كأس العالم الذي لن ينسى ولن يمحى. إذن المغرب رابع العالم، المغرب رابع العالم رسميا، وبالدموع نودع المغرب ونودع أهم مونديال في تاريخ الوطن العربي، ونودع كل لحظة جميلة عشناها مع بعض، ونودع ذكريات رائعة. شكرا على كل لحظة عشناها مع بعض في مونديال قطر الذي لن ينسى. شكرا على الكلام الرائع اللي خرج من المنتخب المغربي وجمهور المنتخب المغربي الراقي. شكرا على الالتفاف العربي الجميل اللي حصل. شكرا على كل مجهود قدمه لاعبي المنتخب المغربي. شكرا على لحظات متفرقة ما بين لحظات الأمل ولحظات التوتر ولحظات الحزن ولحظات السعادة، كل المشاعر الإنسانية اللي احنا عشناها مع بعض في مونديال قطر. شكرا لكل فرد في منتخب المغرب اللي قدم أقصى ما لديه. شكرا للملك محمد السادس، شكرا لفوزي الأقشع، شكرا للمنظومة الرياضية بالكامل في المغرب، شكرا طبعا الجمهور المغربي، شكرا وليد الرجراجي وكل اللاعبين. شكرا لحضراتكم على هذا المونديال اللي هيبقى في الذاكرة، هنحكيه لأولادنا ولأحفادنا كمان قد إيه المغرب قدرت تدوس على الصعاب وتتحدى كل الظروف وتصبح رابع العالم. المغرب رابع العالم، وعليك أن ترفع رأسك عاليا في الحاجات دي لا تكتب باللغة العربية كثيرا. هذه الأشياء لا تكتب باللغة العربية كثيرا. وعن مضض المغرب يضع نفسه ما بين الأربعة الكبار ويزيح عمالقة الكرة في العالم، ويزيح عمالقة اللعبة في العالم. شكرا كمان ليهم على إزاحة المغرب أمام فرنسا عمدا، لأنهم أكدوا إن احنا وقت الجد برضو بنترابط أكتر، وأكدوا إن احنا قد إيه تعبينهم وقد إيه فاهمينهم. شكرا على كل واحد من الوطن العربي صوته يعني اتنبح ونزل الشارع احتفالا وابتهاجا بالمغرب مع كل فوز كانت بتعمله. شكرا من محيط للخليج، شكرا للشعب المصري والشعب الأردني، الشعب المصري أنا منهم طبعا، والشعب الأردني والعراقي والكويتي والقطري والإماراتي والجزائري والتونسي كله، مش عايز أنسى، والفلسطيني طبعا، كل الوطن العربي، كل الوطن العربي كان قلبا وقالبا مع أشقائه من المغرب. عشنا مع بعض ذكريات جميلة مش هتتنسي، ويا رب تتكرر تاني على خير ومنتخب آخر يصنعها في حياتنا بقى إن شاء الله. والمونديال ده هيفضل علامة بارزة على فكرة وتاريخ، هنحكي تفاصيله لأولادنا وأحفادنا بأن قد إيه أسود الأطلس صنعوا المجد وشرفونا ورفعوا راسنا. أوعى تحزن لو أنت مغربي على إن منتخبك خد الرابع، فهو عشان بس على سقف طموحاتك، فهو علشان خلانا كلنا نعيش في حلم مبتغى كبير. يمكن حقك ان انت تزعل شوية علشان هو المنتخب المغرب وليد الرجراجي اللي خدك من حتة الاحلام القليلة لاحلام واسعة وكبيرة، فانت صدقتها واقنعك تصدقها. فاحنا كمان بنقول لهم شكرا ان انتم عايشتونا في حلم جميل. شكرا للمغرب اللي بتقدم رجالة يوم بعد يوم، وشكرا للوطن العربي كل يوم بيقدم رجال في كل بلد. وتحياتي لمصر ام الدنيا، اسلام علوي، وبقول لكم ذكرى جميلة وايام جميلة. وهو حد فيكم يزعل وهو حد فيكم يتضايق ويتوقع ان المركز الرابع مهانة، يعني مستحيل يكون مهانة رابع العالم ما بين الاربعة الكبار، انت والارجنتين وكرواتيا ثم المغرب. انت مع الاربعة الكبار، انت في جروب الرجال، انت في جروب الابطال. تحياتي لكم، اسلام علوي دايما في القلب. وبان قد ايه علاقة الشعب المصري والشعب المغربي وحب الشعب المصري للشعب المغربي، وان شاء الله باذن الله دايما هيزيد هذا الحب اكتر واكتر. تحياتي لكم، اسلام علوي. وبالدموع نتفارق، ولكن عمرنا ما نتفارق، البطولة هي اللي هتفرقنا، ولكن ما زلنا مترابطين مع بعض، وما زلنا هنغطي الأحداث مع بعض، وإن شاء الله مستمرين مع حضراتكم. تحياتي، مليون مبروك، وإن شاء الله استقبال الفاتحين للنجوم المنتخب المغربي، وإن شاء الله بإذن الله يلاقوا كمان الجماهير فرحانة بيهم في المغرب بإذن الله. مليون مبروك للمنتخب المغربي وشعبه.